الأطفال الذين يعانون من فرط الحركة وتشتت الانتباه بحاجة إلى رعاية خاصة مختلفة عن الأطفال الذين لا يعانون من الاضطراب. يعاني عادة الطفل الذي يعاني من فرط حركة تشتت الانتباه بنقص في ثقته في نفسه، وذلك بسبب التعليمات المتكررة والتوجيهات والانتقادات التي تصب على هذا الطفل من جهة المدرسة ومن جهة الأسرة. لذلك ننصح الآباء والأمهات بعد تشخيص طفلهم بفرط الحركة تشتت الانتباه أن يكون لديهم الوعي الكامل بالأعراض وطريقة التعامل مع هؤلاء الأطفال. ننصح باستيعابهم، احتوائهم، تقبل الاضطراب بشكل إيجابي، ومساعدة الطفل على زيادة ثقته في نفسه، تعامله مع الأعراض التي يعاني منها، كذلك تشجيع الأطفال بطريقة متكررة ومستمرة، عدم مقارنتهم بالأطفال الآخرين، عدم التركيز على سلبياتهم وانتقادهم بشكل مباشر ومتكرر، محاولة تفهم طبيعتهم والتعامل معهم. وفي نفس الوقت أكرر كثيرا أنه لابد من إيجاد واكتشاف مواهبهم وقدراتهم الخاصة التي قد لا يتمتع بها الأطفال الآخرون.